تقدم الاهلي على الرجاء في الشوط الاول 1-0 براسيه رائعه من محمد عبد المنعم. كابتن علاء شوط صعب ولكن الحمد لله قدر يحسمه النادي الاهلي في اللحظات الاخيره من الشوط الاول. قبل ما اتكلم على الشوط الاول والهدف، تحيه لمحمد الشناوي اللي هو خرجك 1-0 في الشوط ده. لو لاحظت محمد الشناوي النهارده ان في هدفين محققين للرجاء، لكن الشناوي النهارده امتياز طبعا. الواد زي ما بقول كده، مدام هو لعيب كبير في المواقف دي بيبان، لكن نتيجه 1-0 في التوقيت ده بالنسبه لك ممتازه، مثاليه عشان ادائك، عشان الاداء مش هو ادائك اللي احنا كنا متخيلينه. لحاجه بسيطه جدا يا ايمن، فوجئنا كده البدايه راحت منك، بدايتك ما ساعدتش جمهورك الموجود في الاستاد ده ان هو يعني يأزرك جامد. البدايه كانت هاديه جدا، الرجاء خد منك البدايه، كان هو الاخطر في عارف في زحمه في نص الملعب غير مبرره، حاسس ان في لازم حد يشال من نص الملعب وينزل حد 10، قفشه بقى يلعب بالقندوسي اي حد، لكن الثلاثه مع بعض النهارده عاملين لخبطه كبيره جدا. الثلاثه مع بعض بحس هو في نفس المكان، الثلاثه مع بعض الريتم كمان يا ايمن اللي مساعد الرجاء ان النادي الاهلي بيلعب بريتم بطيء جدا جدا، فده مساعد الرجاء. لكن النتيجه بتاع 1-0 دي نتيجه بالنسبه لك ممتازه، صح. اعتقد ان شاء الله اداء الشوط الثاني هيبقى احسن من الاول، لانك مش عمرك ما هتبقى بالبطء ده، وندور ان شاء الله على الهدف الثاني باذن الله رب العالمين. نتيجه ايجابيه يا كابتن عادل الشوط الاول، ولكن البدايه كانت غير متوقعه لاسباب. لا، اول سبب ان انت عدم التحرك في نص الملعب، كنت المدافعين بيحضروا ونص الملعب ما اتحركش. الحاجه الثانيه العمق الدفاعي كان في مسافه كبيره قوي من المدافعين ونص الملعب، عشان كده ما اتحركوش، ففي مساحه امتلكتها. في زياده في نص الملعب عندنا؟ لا، هم اللي عندهم زياده في الباص، حتى كمان الباص الصح. لا يا كابتن علاء، اتكلم على وجود ثلاثه في نص الملعب، عاملين مشكله عندنا. هو عايز صانع العاب زي ما بيقول، أنا حد يجي ينزل يطلع يمسك كوره. يعني دايما بقول لك كابتن، اللي بينجحك انك انت بتبقى بلوك واحد. اللي يخلي اي نص ملعب يتعب انك انت تسيبه في مساحات كبيره، عشان كده بقول لك عاملين عمق دفاعي. الحاجه الثالثه البطء في الاستلام، صح. والتسلم رتم بطيء الريتم واللعب اللي هو عن الكره الثانيه برضو انت مش كويس فيها، ولكن وعدم التكمله من الاطراف، من بيرسيتاو ومن حسين داخل جوه ال 18، حتى لما الكره تتعمل كروس من ناحيه اليمين تلاقي كهرباء عدت منه، ما تلاقيش بيرسيتاو، الناحيه الثانيه ما تلاقيش حسين. اولا لازم يعرفوا حسين وبيرسيتاو ان هم مهمتهم الاولى ان هم راس حربه ثاني. في الطريقه دي لازم تبقى راس حربه رقم 2. بس حسين متحرك، يعني حسين أنا بيعمل مجهود، فاهم، ولكن انا كان اكتر في اللعيبه الهجوميه. عاوزين نعدل، انا مع كابتن علاء تماما ان احنا لازم ننزل لعيب زي قفشه. انا اتمنى ان قفشه ينزل في الوقت ده من بدايه الشوط. من بدايه الشوط. انا يعني ليه؟ لانه انا شايف ان الفرقه دي لو قفشه كان متواجد ها هيعملوا العمق الدفاع بتاعه. بس انا اعتقد بعد الهدف ده مش هيعمل تغيير من بدايه الشوط الثاني. احنا لكن انا بكلمك عليهم هم على فرقه الرجاء. انا هشتغل على فرقه الرجاء ازاي؟ انا لو نزلت قفشه في البدايه بين الشوطين هديهم ايحاء ان انا لسه عايز تاني، وكمان همتلك الكوره، فعايز ان انا امسك الكوره في وسط الملعب. مين اللي مسك الكوره في وسط الملعب في الوقت ده؟ مين اللي يعرف يباصي كتير؟ صانع العاب. هو صانع العاب. مين؟ يكون قفشه او اسمه قندوسي. القندوسي واحد من الاثنين. انا عادي انزل واحد، بس انا بتمنى انه قفشه، لانه قفشه عايز يرجع تاني ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كابتن بلال، يمكن الكباتن اتكلموا على الريتم البطيء، وانا عايز اكلمك على الكثافه العدديه جوه ال 18. زي ما الكابتن عادل، لما كرة بتروح على ناحيه اليمين او ناحيه الشمال، اي كره عرضيه ما بتيجيش غير كهربا بس لوحده في وسط مدافعي الرجاء. حقيقة كابتن عادل، ودي النقطة اللي يمكن نوهت عليها قبل بداية اللقاء، مع الكرات العرضية والكرات العكسية. دول نقطتين مهمين جدا جدا جدا. أنت النهاردة في الكرات العرضية ما بتلاقيش غير كهرباء، وده أمر صعب جدا. في الكرات العكسية برضو لازم يبقى حسين بيضم شوية، وبيرسي تاو بيضم شوية. حسين متحرك بشكل كويس، يعني حتى هو كمان يعني شارك في صناعة الهدف الأول للنادي الأهلي، ولعيب متحرك وعنده جرأه وبيحاول يروح ويحاول يعدي بالمهاره، وصوب تصويبه كانت ممكن تتسجل هدف. لكن هي مشكله النادي الاهلي في الشوط الاول برغم التقدم، هو ان الثلاثه اللي بتلعب بيهم في نص ملعبك، يعني خاصه مروان وديانج، الاثنين قافلين على بعض، الاثنين يعني
مش مدينك احانك بتلعب بثلاث نص ملعب، مديك احانك بتلعب بيومه كان لعيب واحد بالظبط. يعني كمان انا عندي في برضه مشكله دلوقتي في عند النادي الاهلي، واتمنى انه يتداركها كولر، هو الانذار بتاع مروان. الانذار بتاع مروان هيحجم مروان كتير. مروان بيمتاز بالحماس، يعني هو لعيب عنده صح. حماس، لعيب فايتر تمام، يعني بيخش ويضغط ويقاتل. فالنهارده الانذار اللي اخده الشوط الاول ممكن يحجم منه كتير. هل ممكن مستر كولر يفكر في تغيير مروان الشوط الثاني ويعدل الكفه بقى شويه؟ يعني حمدي فتحي مع اليو ديانج الامور بتبقى مختلفه شويه، لان نفس النمط ونفس رتم الاداء ما بين ديانج ومن مروان الاثنين واحد، ما تحسش ان في اختلاف. لكن حمدي بيكمل، وفي الماتشات الاخيره بياخد مهام انه يكمل في الـ مع 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 كهربا. فدي نقطه مهمه جدا. تاني حاجه، احنا سايبين نص الملعب وبنلعب دايما من على الاطراف. شيء حلو جيد انك تلعب من اطراف الملعب، لكن نص ملعب فاضي، مين بياخد الحته دي؟ مين بيكمل في نص الملعب؟ احنا ما شفناش دبل باص ولا وان تو ولا تصويبه من نص الملعب، ولا واحد راح مثلا سبرنت من نص الملعب وراح بيها. دايما بنلعب على الاطراف، هم خلاص زي ما اتكلمنا قفلوا لك الطرفين، يعني دايما ثلاثه الناحيه دي وثلاثه الناحيه دي. نص الملعب فاضي يا جماعه، محتاجين واحد من نص الملعب من الثلاثه اللي موجودين في قلب الملعب انه يشتغل في الحته دي بشكل كويس. يعني دايما نص الملعب فاضي، لكن احنا دايما بنعمل ايه؟ بناخد الكره من اليمين نحاول ننقل ونلعب من الشمال، ومن الشمال نحاول نلعب من اليمين، ما بنفكرش ان احنا نلعب من القلب. انا يعني زي ما قلنا يا كابتن ايمن، لازم حد في نص الملعب يبقى عنده القدره انه يروح بالكوره، تمام؟ لازم حد في نص الملعب يبقى عنده القدره انه يروح ويصوب، لازم واحد في نص الملعب يبقى عنده القدره انه يروح يعمل دريبل، يلعب حتى دبل باص مع كهربا، عشان خاطر يبقى عندنا يعني عندنا يعني متسع كتير، يعني عندنا اوبشنز كتيره ان احنا حلول يعني كتير. حلول كتيره في المباراه. ما ينفعش انت دايما بتعتمد على اطراف الملعب، خلاص قفلت اطراف الملعب، هتشتغل ازاي؟ لازم يبقى عندك بديل، انت كمدير فني كمان لازم يبقى عندك بديل. ممكن اغير بيرسيتاو وانزل طايره وانزل شريف والعب بواحد من تحت راس الحربه، مش لازم تلعب بلاي ميكر، ممكن تلعب براس حربه تاني يلعب من تحت كهربا، يبقى شريف، ممكن يبقى شريف الاقرب شريف هي. تمام، ممكن بيرسيتاو تلعب مثلا تحط شريف يمين، تحط الشحات يمين شريف شمال، يلعب كهربا بيرسيتاو يبقى هو من تحت راس الحربه، يبقى متحرك. لان حته القلب طبعا حته القلب دي يا كابتن احنا مفتقدينها تماما، مش ما بنلعبش بيها، ما بنستغلهاش. فدي حته مهمه جدا، اتمنى مستر كولر ياخد باله منها، واتمنى اللعيبه يبقى خلاص احنا سجلنا هدف الحمد لله في توقيت رائع جدا طبعًا جدا جدا طبعًا. اتمنى الثقه الهدوء، هم دلوقتي خد بالك 1-0 برضه بالنسبه له يعني قريبه، لا نتيجه صعبه مش سهله. انت بتلعب برضه النادي الاهلي، ما بتلعبش فرقه صغيره انك تروح هناك تكسب 2-3، بتلعب النادي الاهلي، فده بالنسبه له ممكن يديله جرأه شويه. فاعتقد ممكن تلاقي مساحات الشوط الثاني على هجمات المرتده. اهم حاجه بس يبقى عندك تنظيم يا كابتن ايمن، ما يبقاش في غلطات. كل فرص الخطره اللي جت على النادي الاهلي كلها اخطاء من عندنا صحيح. مش مجهود من عندهم او تنظيم او لعب او مهارات فرديه، كلها اخطاء من عند النادي الاهلي. مهم المحافظه او التعزيز كمان طبعا، ما يخش فيك طبعا طبعا مهم جدا صحيح. ما نغلطش، يعني احنا بنحاول ان احنا نلعب او نحضر تحت الضغط. لا خلاص، طالما انت مش قادر تحضر تحت الضغط، ارضيه الملعب خد بالك مبلوله برضو بزياده شويه، فدي ممكن ما تساعدكش انك تحضر بشكل كويس. صحيح كابتن اسامه، يمكن هدف فعلا زي ما قالوا كابتننا في توقيت مثالي حقيقي، وتقدم تمناه قبل بدايه المباراه ولكن الشوط الثاني كيف سيفكر كولر؟ الشوط الثاني لازم اللعيبه عمليه البطء في التحضير وفي نقل الكرات وفي التحركات لازم تبقى العمليه اسرع شويه. في لقطه فجت في الشوط الاولاني فاول للنادي الاهلي، كانت من هجمه مرتده، محمود متولي حط الكوره واستنى لما لعيبه الرجاء رجعت وتمركزت في نص ملعبها، هم ده اللي عايزينه لعيبه الرجاء، لازم احط الكوره والعب بسرعه، لازم دايما اكون ضاغط بالريتم السريع. هو طول المباراه الريتم بطيء عندنا طبعا، الريتم بطيء في النقل وفي التحركات اللي بدون كوره. الوحيد اللي بيتحرر حسين، يمكن حسين الشحات هو اللي عامل لك الفرق في الناحيه الهجوميه. هو اللي عنده انه واحد على واحد بيقف على الكوره بيلعب ويكمل، عنده المحاولات في الشوط الاولاني، لكن التحركات لازم تكون اسرع. اعتقد اكتر واحد في الدكه ممكن يكون عينه عليه كولر حمدي فتحي. خلي بالك مروان عطيه وديانج الاثنين قايمين بنفس الدور في الملعب، الاثنين قايمين بنفس الدور في الملعب. لو سحبت بدور لعيب واحد، يعني لعيب واحد هو لعيب اللي تحت الكره في الحته اللي قدام عبد المنعم وقدام متولي، لو سحبت واحد حطيت حمدي فتحي عنده ميزه انه بيكمل. مظبوط، بيكمل في ال 18، بيدوس، بيكمل في الكرات الثابته، شفناه في مباراه الزمالك ومباراه بيراميدز بيكمل في الحته دي. حمدي فتحي اقرب واحد ممكن يكون متواجد، خاصه حمدي فتحي بيمتاز انه لما بيكمل في الناحيه الهجوميه برضه بيساعد في الناحيه الدفاعيه.
هي دي النقطه المهمه. خلي بالك حارس مرمى الرجاء انس الزنيتي الكره الوحيده اللي تم اختبارها سجلها محمد عبد المنعم. انا قلت حارس مرمى مش طويل ما ممتازش بالكرات العاليه، عايزين نكرر كرات العرضيه كتير عليه وعايزينه نحطه في اختبارات ان شاء الله الشوط الثاني ممكن يكون في اهداف ثانيه حتى للندى. في خروجه يا اسامه يعني الكره اللي خرج بالظبط يعني خرج غلط فيها طبعا حتى الجول كمان الجول الكره مش بعيده يعني الكره في يعني كره عبد المنعم في المتناول يعني عشان لو حارس ثاني عشان مش طويل طبعا دي كان عنده مشكله فيها كمان لسه ما اختبرش في الشوط الاولاني الاختبار الوحيد جول حسين الشحات الاولانيه في الهدف طبعا حكم المباراه كابتن انا كنت بتكلم عليها قبل المباراه حكم ضعيف كره بتاعت النادي الاهلي كره لمست في ايد مدافع الرجاء كره ركله جزاء 100% هنسيبها للكابتن ناصر مش عايزين نتكلم فيها مش عارفين يعني احنا رؤيتنا برضو خلي بالك كابتن ناصر رؤيته بتختلف عننا كتير كابتن علاء يمكن كباتن او كابتن اسامه اتكلم على التغيير من بدايه الشوط ما اعتقدش كولر لا مش من عاداته او مش فلسفته بيحب يغير خصوصا انا خرجت 1-0 ولكن نص الملعب يوحي لك ان انت بتلعب ناقص واحد مش ناقص واحد اكتر ما هو عامل زحمه بلا داعي ما ينفعش الثلاثه في نص الملعب لو جبت كام لقطه كده في الشوط الاول ايمن الثلاثه بيلعبوا في 10 متر الثلاثه ناحيه الشمال على فكره الملعب ملعب النادي الاهلي عامل كده ناحيه الشمال طابب خالص عند علي وعند حسين وكله بقى بيروح مروان رايح هناك وديانج هناك والسوليه تقريبا ما اتحركش من الحته دي فانت عامل زحمه في نص الملعب عشان يعني تطلع من المشكله دي من غير تغيير لازم الثلاثه يبقوا كل واحد في المكان بتاعه لازم ديانج يبقى ناحيه هاني وناحيه بيرسي تاو والكلام الثاني عند عمرو جبهات انت بتلعب بثلاثه يبقى جبهات وتخلي مروان عطيه في نص الملعب زي ما انت من غير تغيير لكن ما اعتقدش ان فلسفه كولر ان هو بتاع تغيير خالص الشوط الثاني كابتن عادل الرجاء هيدخل في اجواء المباراه من بدايه بالضغط عليك الشوط الثاني اكيد طبعا بس برضه انا عايز اقول لك وقلتها لك قبل كده ان الرجاء من الفرق اللي هي بتعرف لما بتيجي تضغط عليك بتعمل حتى العمق الدفاع كويس بتعمله باللعيب الافريقي اللي هو اللي في وسط الملعب دايما هو اللي بيسيبوه بعدين بيقعد يقطع كتير ولكن في الفتره دي في البدايه انت لازم تحسسهم ان انت مش مستكفي بجول لازم من البدايه تضغط. اضغط انت عليه علشان صحيح. هو يرجع له ويتسلل له الياس ان هو ممكن يخسر كابتن بلال سريعا سيناريو الشوط الثاني الشوط الثاني اعتقد هيبتدي زي ما رجاء ابتدى الشوط الاول هيبتدي الشوط الثاني يحاول ان هو يضغط عليك يحاول ان هو يوصل للمرمى لربما ممكن ينجح في كوره الاهلي لابد ان احنا نبقى في تمركز جيد جدا كولر لازم يغير الشوط من بدايه الشوط الثاني من وجهه نظري لازم يغير ما ينفعش يستنى تغيير يشوف اللعيب هيخش يشوف مروان هيخش في الاجواء ولا لا عندنا مشكله كبيره جدا في نص ملعب لازم نمتلك نص ملعب بشكل كبير طريقتنا في النقل لازم تختلف عن كده شويه لازم يبقى في تنويع في النقل مش كل كره انت ما بتلعبش بعرض الملعب بس لازم تلعب بالعرض وبالطول لازم تلعب كرات طوليه لازم يبقى عندك يعني تنوع في الهجمات يا كابتن ايمن صحيح. استغلال الفرص والتصويب على المرمى ده امر مهم جدا جدا بالنسبه لعيبه النادي الاهلي صحيح كابتن اسامه هنشهد اهداف الشوط الثاني للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله تتوقع يكون في اهداف زي ما شفنا في الشوط الاولاني ان شاء الله يكون في اهداف ثانيه للنادي الاهلي بس اهم حاجه ما يدخلش في النادي الاهلي اهداف بالظبط كده فعلا كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله الشوط الثاني لتعزيز الفوز هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه انتظرونا